الآن ارفعوا هذا الكتاب بارك الله بكم ارفعوا 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 ما تخجلوا ارفعوا 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 هذا الكتاب إذا في حدا منزل إيده يرفعها إذا في حدا منزل إيده يرفع هذا الكتاب اللي شايفينه أصغر من حجم الكف معنا الآن يحوي من العلوم والفوائد ما لو عمل بها الإنسان المكلف مع الإخلاص لصار ولياً تقياً صالحاً يدخل الجنة بلا عذاب ويكون من المجاهدين في دين الله بنشر العلم والخير والحق وفي محاربة الكفر والضلال وقد جاء فيه بشائر كثيرة من كلام الأولياء والعلماء وأما في المنامات فمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر ابن عبد العزيز وغير ذلك والعمدة عندنا الأصل الواقع لكن الرؤية الصالحة تفرح لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ومن هذه البشائر أن إنساناً من آل الحلب رأى الشيخ ومعه هو الشيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة وكل جماعة الشيخ في موقف القيامة يحملون هذا الكتاب يأتون إلى باب الجنة يسلمونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة وهذا منام هذا في المنام في الرؤية المنامية وهي بشرى عظيمة ومباركة